هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. گانا متوا دی وی دی اکھنا کتاب نو گمبود آل سے انوار دی گای وان بود آل سے سباب بہ ہدو ولی کتا بی ولی گل گودا دین کھائی نہ فقط ہا سالم عبد اللہ عمر علم عبد اللہ ابن عمر سالم جنین حفید الفاروق اخاخو عمر بن خطاب یہ دوا اخاخو ابا بکر گرانے وی اینو غزا اے قاسم جرخون جرا جائبات میں ایک کسان توتان ها نحن اولئك في خلافة الفاروق رضوان الله عليه وثم عمر كيف جراجة أما كيف سمع موتمته التي أحرزها المسلمون تمسلمتوني أركة بوجو من أسلاب يزدجرب إذا جردني بيتامي آخر ملوك الفرس موتي فارس خرابو دا خارك إسلام وكوف بوجو إسر رابو جيانتنا أكنا مدينة أفاني بوتي مدينة في أمتي أسياد فلقد كان فيها من تيجان الأكاسرة وأوري كسرة موتوني متكاف تاج جاني المرسعة بالجوهر وان ببريدو الماز أدات انت بريسا ومناطقهم المرصوفة باللؤلؤ وموتوني أفضل لولو في خران قتول كان وما تتم ثم درد لول سن قاتو جل بيد ها وذهب غدد ما تقات هي تتان ها كان هون ذاك يجي وسيوفهم غراد ثاني المحلات بالياقوت ذهب في خران قتول كان وني سيدا كبك قبا تنتان ما لم تقع عليه عين من قبل كاي جي سلام وانا كذي نغري جي بوجو كذي تنا كان مدينه توفن وقد كان مع هذه الكنوز بوجو اما خزنه يزدجر داتنا وجي أطائلة هذا بوجودا قدوتنا حائلة حشد كبير من سبايا الفرس بوجودا ما وجد رمز فارس توتا را وكان بينهن بنات يزدجر دا سلاس دبرا يزدجر دا صديق يزدجر دبرا يوتنا دبرا نسا کرده دبرا صديق كنا بوجو خيزدجر دوا فشراهن عليون علي دبرا خان علي بيت جان بسمان جزل ما لغا قد باسي بيت جان دوا علي قابة أبابة نافلة تني جي ملتك وخليه يسي علي يمي قابة أما علي دبرا خان ما لغا ني بيت جي وعراد عليه إن طائفة من ألمع شباب المسلمين شباب مسلمة بريدة في لي أسلابيتي جرح خيز أبابة في لدى جين جان دوا فاختارت إهداهن حسين بن علي تقى حسين في الأسئلة إنجلال وأنجبت له زين العابدين بن حسين كجان دلتيف دوبا واختارت الثانية تلماني إنجلال محمد بن أبي بكر الصديق في الأسئلة وأنجبت له قاسم دلتيف دوبا جل جري علماء جبازون ها إيسوما ثاني فارس دوبا جزي جري هو فولان دن دو مخير دي مرو يو كان على كيبه ها شنيني ذا نما جبا او مسوني مالا حيو في جينا في خنا ها وربا كل تو قبايو جرا دي بو يو والفودا ولي بخل مخنا نان نو دوبا انا وخنا بي مال تو قبا ور خنو جيرو لاف انت نما جينا فورو قبا انت ور جبا فورو قبا دو ها او سو جو جولن كراي سوما تي ادي ور خنو جي جيرا ما انا وخنا بي دي دي اوندا بايال بدي دي تيزون غاري مي دوبا ها دبي لالو برباكي زال زين جاباي لا لا ما جرحنا كسان تلال زين العابدي واني في غرزين اي ثم ذا فارس جرح دوبا اخا هو ثاني يزجر لا حول ولا قوه بوجه والله ثم ما بن صديق وان جابت القاسم احد فقهاء المدينه السبعه فقهاء مدينه اربعين رات قطر هنيز واختارت الثانيه عبد الله بن عمر ثالثا تصدف عبد الله بن عمر في خليفه المسلمين وان جابت له سالم اما اسن هذا الدوبا يقولون انتقل فمبوني دوبا ها سالما حفيد الفاروق اخاه عمر واشبه الناس سمتا به الرفقات انا ما تجان عمر بن الخطاب تفكات سالم كن اجاب ربي تجان ها قاسم سنيز الرفقات انا ما تجان ابا بكر لن جنني ايه جاي بابر لا الماء اخاه ثاني ما جرحان
فتعالوا مخوتا نقف على سورة الوداع من سورة تذكرنا بأن حياة جيروسالم بن عمر بن عبد الله بن عمر خنا رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده إسافي أخاخوصا للرب عجات أباس الرئيس. ولد سالم بن عبد الله في رحاب المدينة المنورة مدينة مدلت مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبص من نبي خينيا خطات بي مدينة دلت ودار هجرتي بك نبي كان يتقودان وفي أجوائها العابقة بطيوب النبوة هوا مدينة داخنة خاقرتي أكنا سبسبو لال أرغان نبي يوم ماتنا أرغان نبي يوم مدروح خيسان دومين المتعلقة خائفو بسن الوحي إفا وحي خنان قندا إفو خانا خانا خياتي دراجة قدتي وشبه دردرو ميجا سالم دوما قندا فروفكان نبي يوم ماتو خيسان دومين خائفني وحي داجرو خانا خيزا مدينة دلاتي أسي قدت وفي كنافي أبيه العباد قندي خلال مرتيسان قندي إتي قدتا مرتيسان أفكما ورنا ما قدس المرتيسان دوما لا تبيخنا كجل ما الله يدواج بيئة جانيتي بيئان تني نمرت أثرتي على حواسني جيران كون نمجز جيرا جانبوا يقول لك أيها أما عدت لفاتي ربا قريات ناموسا ورا عمر سامبولا دي ورا عمر وجانا عمر راغا كاجي ورين كو ورا جبادو آل الخطاب جاني ورا خطاب كون عمر بن عبد يقول حادثه ورا خطاب تدوبا ورا خطاب كان ورا سفدا زين دوبا ها ورا حق سوداني ورا دنيا دنتان كم ربي ثاني ملي ورا كدي ترند ورا جبادو ناموسا ورا عمر فلا دي جبادو ها لقد راى فيه ابوه ابان ساجن نمي جوليت البيا غداتو المان دوروري ني بيخ جوليدوبا ني تبرو خرما غون ربي سني جام بيدينا مو قوسو قباب ربي ولقد راى فيه ابوه ابان سا من مخايل التقى لال حساء صدا ربي تي في علاما حساء قيلودا موجاسا خريسو ماتي قيرتي ارجي جندو ابان عبد الله بن وركون الرب يخي جندو وابصر في سلوكه ناموسا متاخنا خيتي من شمائل الاسلام حال بريدا اسلام متمدك حرت ارغدوا تولبو واخلاق القران ناموسا قرانا فوق ما كان يرى في اخوتي وان جول برو ابليان سالم كنرت نرجن ابان متاسا حنرت كي جاندوبا فاحبه لجالت يا متاخنا حبا جلال ملك عليه شغاف قلبي اغوغ قلبي ذا ها حركه سام تجدوبا اكا يوسف يا ابا يوسف يوسف الرجلفن يقوم عليها كثير جالة جالة وخالت منه ما لم يتعقون جوليسا نخيسا أن العلوب أولو جيخة جيلة دوا ايها كثير بار نمو بار جوليسا خيطوا الله على بار وخالت منه حبات فؤادي أنيسا تخمى خمت دوا حتى علامه الله إن منا مقريسا زقالني في ذلك ما لسي مجمخنا أولد دربا أولتا جاني زقالني وجاد دوا يوقسا ما جيجان وللوتك جي يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين بين العين والأنف سالم هاي سالم رنا قمتني أن مو إسالم قم الدعوة جدوا إسالم سنا جايبا أن إسالم جايبا وجد خلون جدوا في فنيان كي يادي جدي يجي تقول لين سالم وجدوا إذا بنا نريد مرة جدوا كمان جو غير زقال ما خذ زقال من إسني أنا وان زقال تنين كذا نفر راوس أجيني بس علم هذا لما ولين جاي سمن علم وساد جنون أما لعبات من ما جالس أكره وقال أب ولا كم جان هيا تمانا جان نيتا وتوش شو قال تجد كسر ودم أنا وقنا به وتجد جو إنه ما نوما نمي نوار بنجر ويتي ونير كلا هذا نجر مالي باتي وفي بركة هذا ركنا قبل أنا وقنا به هذا أب ما كيس جالس أنا نقول ما تجيب هذا كم قول كم قول ندوبه أنا في جالس أنا مني أكمل سجالة من يقول كل في جالس أنا مني ناموسا في حالة في طلبة تيد نمني ناموسا بريدا كابو هذا إنسان دلينو هذا قول هذا أبان دلينو أبان قول هذا كلام نمني أعمال بدا أبان بيدي أنا به وقت يقول دوزر يجي دبيام تجرا يجي وأقبل عليه يبصه أما بام مال سيرجان والنبي رأته جي خنا حديثا متأخنا كابسوس سيرجان دوا ويفقه في أمانتي برسوس سيرجان ها ويملي من كتاب ربي ذكر عيسو سيرجان ثم دفع به إلى الحكام وجان دكوا وياي مسجد ومدينة نكجة مدرسة محمد قام سنجاتي كراني بيته مدرسة محمدية مسجد مدينة كدوا وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسجد نبي خينيا ما زال معمورا بطائفة كبيرة جاء
جراتي فما على مسجد قفزان مرنا درغودا صحابنا براتي ورين جيران كلام مسجد جراتي فما جرا فهي سما علم مباكما حامل هندتو مجان بركن من أركاني روغا مسجد على باكو فلي يوكنا جمس غورو فدي يا بلي زوانا جايبا الفا امامه مال ارغا افدرت يا نجما اورجي ها فيه علق من سنة النبوة أرجلال إذن نبي يمار رأي بخنا علماء خمشيتها ورقج رغخنا لالو صحاباتها رغس لالو صحاباتها ورغر سين شرفكان نبي يمار لازمان نبي دكبي صلى الله عليه وسلم حقنا شرفكان نبي يمار إرى سيبتخنا أرقاج وعبق من طيوب الرسالة الغراء شرفكان رسالة دا وإنما رمى بترفي قرم ملة هنده ويقاش ملة أو ألقى بسمعه يقول رساك إليه أبصر خيرا وسمع برا قران إجلالوس خير مر قرأ كابوس خير مر دعاجي مسجد النبي يقول يروسن يا سبحان الله أجايبا فكرة جان وبذلك أتيح له أممال ملر كتسابة هذه مجار كتجان أي يأخذ عن طائفة من جلة الصحابة صحابة قرقود راك علمي قرأوه مجار كتجان دوا صحابة نقوتر وعلى رأسهم خيسان الرامة هذا أبو أيوب الأنصاري أبي هريرة أبو رافع أبو لبابة زيد بن خطاب ورين كان قلنا بدوا وذلك بالإضافة إلى والده عبد الله بن عمر عباس هذا بلا تيجي عباس عبد الله عمر من أرى وجه براك كي يومي غل صحابوتا عباس عمر عباس عنك خداك بدوا فما لبسا واتكم الأبن ولا واني برخا قبدي أن غدا علما من أعلام المسلمين علابا مسلمات تيجي واتكم الأبن زمن تكاتو كل أبن باندرا مسلمتوا تيجي علمي خلص دوا خانا ملا لا تيجي اتديم وسيدا جليلا من سادات التابعين قفتا تابعيها تيدو وأحد فقهاء المدينة توقف فقهاء مدينة الذين يفزع إليهم المسلمون في دينهم ورى مسلمتوني وآي أمنتي تفق مساني ديسا ويأخذون عنهم شريعة رب ورى رب شريعة إسلام أمان نبالان الرافول وطرى لك وميج أن خراغ بابا دو خراغ بابا دان درجاسا تيدو علمين بيكم سي درجانسا لافتو داميدو لما تكو خغنت خيتي هما تكو بي خيزا بيكما قولا بيكم سي اكنا وكنا مي ورر تكو ورر تي خشلب بي ننجرو ورر ما خشلب بي خنا خيزا مجان تكو اسبايد درجا بيكم ساتي ورر سنس خفنات تكافا عنجي تكو ونمي شرفت نركتو علمين ما تلوت نيمي اني بيكم سا شرفا خبجار كذو دندا ابد ابد كانوا كرامة، وكان الولاة موتون هندي يأمرون قداتهم قادة ثانين أجدن، إذا عرجت عليهم القضاء يقام مرتين كثانين ردفته أي يدفعوا بها إليهم ورمى دينا جرى علماء سنين مغفت أجدن مرتيتك كوانا من تلال كثير يوجر سنين يصمر يعني مرتيكو سنين تتقافة مجنين دوبا قدان هندي إساني وجه مريبولا دوبا وانا كان ردفه كم قونا حكمي كان ردفه حكمي والسان الجبات فإذا جاءتهم المسألة وقافين تكرفته اجتمعوا جميعا فقهاء تربانسون الرو والقان دوبا الله علمي جرسون الرو والقاي وصرين تين يده متن جماعة دفاجة تيمو علمي جرس تربانسون اتتاي الله حركة خلو مليفا اللي برونجر ونظروا فيها ثم لا يقضي القدات إلا برأيهم ما ليسان كنانيني مرتقو دا وري مرتقو وكان أسعد الولاة حزا وريقو دا جواق أبو موتطر وأطيبهم أحدوثة وأقربهم إلى قلوب الناس كما قلبين مالهات وأوسقهم عند الخلفاء ورو خلفاء برتي أمان ماذا من يأخذ بمشاورة سالم بن عبد الله نامني خابا جاءوا في قدافر مري سالم فرورة قبا جدوا ربي سقاسي سالم خلافنا سلطان اللي دب جدوا هاواسمي لكم سنجب دوا لأنه قني موتما ما رب إرخائي تبيكم سنفوري قبا دوا تنامني هركان إرخائي مدوا نمني بيا مدينات بولين اجي انجرات افد وان سالم جي دغه ولا غبدوا ربي ذا خاصه سالم ويلتزم بتوجي قد يرفع ما سالم كرفته دي مقبا اما الذين يخالفون امره والرسالم خلافا فقد كانت المدينه مقال مدينه ده تنبو به ميزان درب تي غني توفتي مقال ابدا ان قبل فيا نما سالم خلفه مدينه تاو انتو مدينه قسمه توفتي جان ولا تتحملوا موت ما زال ان قبل تجا بولتا فدياتو بولتا علماء خلال رمتا جباتو خسالين فاخلاف مدينة فينين بولتا جنن دوجد أبدا مريسا دين ديمو قبا من ذلك قابتكو ميكا فكينيتي عبد الرحمن بن الدحاك جانيتي ولي المدينة
مدينة بولشات يا قامة النانو مدينة خانة في خلافة يزيد بن عبد الملك موتم يزيد بن عبد الملك طولبو كانت فاطمة بنت الحسين فاطمة بنت الحسين حسين علي خانات فاطمة قبل هذه فاطمة مي انت زال فاطمة هدو مقا حالتي مقا بابا فتن دوا عربني بجسيم دوا مقا أبا مقا حالان تيسا مقا في خيسا دوا فاطمة حسين جنيدي وندر في الجنة روحه قد ترملت ني حرم اللوي تجان جار سر رادو يدوبا وانقطعت الى اولياتها في الرأي المانين قد فتيت في الرأي المان سيبرا عبد الرحمن قل ربي سخاسي فتقدم الى ان الدحاق عبد الرحمن بلشا مدينة خود وخطبها فورو فلي خلت انتهتنا قادوا على المانين تنا فورو فلي خجال سر رادو يتاو المانون قدسو جردي فقالت والله ما ابغي الزواج ان يهرمان فلو وجهتين دوبا ولقد قعدت على بني المانكي ان قد فتا ووقفت نفسي المانك يا في اللبوت يا وقفي قولي يتدوا هذه غريبة كاجة هذا يجلب جوجو هذا غري هذا يجلب جوجو أنا يوين هرم المانك يا دنا الرافع يعني يتدوا ما تأمري في تجلب جوجو هذا زيبر هذا يجلب تجلب هذا هون دامي أسماء هذه المان ملكة فج أفتي هرم توس نوجي رجوا هو ما ندد درب جاك كوم يا ندد رافسي كبان جينا مو أبايا هذه تون حلال هذه تون هذا ثباتي ميدوا خالتنا علمون غلطة ولا لا ميدوا حالتنا علم ونقاو سيتك لتسيدا والله دي برهاتي بلني سي وان بيكم دي وان بيكم دي رب ما جلانو هباس يا جولي الله فجعل يليخ عليه اتي ويوان أبوت خلات اذا ما ترامي وهي تهتالو اتينا مو ملوما دو اتي اذري ما تلاف ملاتي دو اتي من غير مشا مخاشنة دبيت جبيس ملاتي مالد شرين الرفيد جيت بولش عدامي فتنانا تلا جيت دي ويلي ولاد يتيم يا جنس لاجي تيرا في دينا برونا في دينا فيرا معلومات جل آباد ويو مال إنفع تيرو ماشين ويو معلومات جل آباد دوا أول تدوبا قلبي دا يروس أكاد يجي جواب تو كجين في رامورا يجي جبرو في دينا برونا في دينا يرا في دينا خنامي صلاة تدوبا أفن نماي سجدة أما إتي ويو أتوس سنة هلا ما يقوم يسين ديدي أرجع مال جين والله إذا جي جين أبوبا نمشي كون خيال بديبر نالوان سيسو أتسون ما جلالات إن لم تردينني لك زوجا يوني ننجار ستيتو جالة شوباتي نارغنا نغرتنا في سي لأخوزن أكبر بنيك متاخن كي بودا فوردين خمري تبجي اغرفو تاجين على مرة ستوا من كان يسي مداوسنا في سي جين كسو والدين هاي لا وارسي سواتون مجرى قرده مجرمة والله مجرمة المي ربي جالة ولاية سلامة بلتا مجرمة للمي متاخيتين كجيبان جمر خمري تبجي على مرة غرفية غرفية كان يسايا أمرا كتير خارج الموتيني، الموت هاي كهرباء ربو ديم ديم، أما سنا دروغارا فامس، نيلا لبليسو، أما فاستشارت سالم، أما سيف ديمنا بيتا، أما ما في ديه سالمين مريتة، سالم شيخ هاي شيخ عبد الله جرامي سالم، خاركينه بدي فما لقول، هنا كان عنجى لبوا أسيد نخيس على وعي، أكمل أنت، فأشار عليها بأن تكتب للخليفة، ددفع ما ورقة خليفة إسلام قديم مش كجرو كتبي جندوا، خيسي، إذا أسمت ليه، هاي سالم نبيه خارا، تشكو فيه الوالي. وتذكر من قرابتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ختم الأنكاز إلال أنا رحم نبي ربي خنكبا يموتي أسفده هنو لا البكتنا تكتب أني خطف دامي قو قري جيني با البكتو كان بيت بكتنا ما خاف ورحمها في آل البيت رحم ما تيت آل البيت دا الآل آل البيت نمني جبيس ورا نبي وسياج جدا نمني جبيس نمني إسائن أرجمون من جبيس رتوا ستن جبيس نمي نمني كاكو قراتوما كن ناجيريا في مرة في آل البيت نمجي ستي أصمرتي يانتور رزوياس شريفة جني أنا أقول لامي مال سربي ثوابا نوم كتبنا ودي مال النبي والرفيرة النبي خلينا ينجي بيتني وتشيرة خناس بوجة تنبين أنا أهل البيت إيه أتي أهل البيت وتاريخة تنبينه كراتي تنبين خواتني كنا وترى ببلا خنا لون تبتدي دكتي بريدو كم تاين ياتا خلو في الرومة ولي ما خلو أنا شريفة شريفة أنا شريف كيف بلي وصلت هون أبو ربي ثوابا إنسان يا كتبوا دوبا فدو نمسو شريفة دوس فدو شريفة دوس كرب على قصر كفيل لكن نيا بريدو كيف أنا ربي ثوابا كتبوا في زين جبر في النبي تجينا خبر جنوني مال واقبا والله يا كاي غرانه ما جاتي دوبا بودا يوغا ديب ني امنو كتابا تو كرو كولا لاله وني غري نا جيرو ما في السودان كار تي بن ما خلو نو غرواتي تي مر ورا نبي كسان غرواتي تي جاتي مال ربي سغوري دا سمال دادا شريفه غرواتي راوا شريفه يوم سي بقول يا جاتي مس يا بولي زو فكاتا بعد الكتاب ابو رب رحمه الله بقى فكاتا بعد الكتاب كتاب ام ما ورقه خدت ديبا وانفذته مع رسولها ام ما ارغاتي بوته ورقه سيدا دمشق سيغلت في دوبا ما كاد الرسول يمضي بالكتاب وقال كتابا سنين كتب إرغان سيدا حتى جاء أمر الخليفة إلى ابن هرمز فقال ابن هرمز جليدي
خواي هوريدا إسلا شفتو كو مدينة جردوبا بلشا سمليخا أبا مالكا تكو جردوبا عامله على ديوان المال يعني خواي هوري إسلا شفتو مدينة جرد بأي يقدم عليه ليرفع أكا حسابا أورا ردجي موتين دمشكا تاو خانتي ورقا يجردوبا خندي مولاب كيجردوبا يقول يا مخي عندما خيسك قريتي يودع أصحاب الحقوق عليه نما كهكر رقبون دد دامته فاستأذن على فاطمة خن ملقا دي قال فاطمة هاي انت لا فوسين نخبا جان أما سهر مال إلمان قد جبتماس يسامة قد جبتماس يسامة قد جبتماس إنين دوب بساجيه تقوريقا دامته وقال إني ما دين دمشقان دي ماجين بر فهل لك حاجاني قبضا جين دمشقا من المؤمنين بردي وجه ما حاجان چيسي جيسو مال قبضا وان مال سيفي دشير راكا جان سانكا خوني ويا بي خباني سابا خدام با نما نقا تفون انجن نيري فقالت نعم هذا يجدون قبل ما نسيم وخي يا رب سيفي ديويا مال يا ابو تخبر امير المؤمنين كنا جيسون بما ألقى من ابن الدحاك فتنان ابن الدحاك كان الرامودد امير الناقي وما يتعرض به علي واني نانا ليسو خانا نتين قادو خانا وأنه لا يرعى حرمة لعلماء المدينة نم تجيكون خبجاء علماء المدينة زنبيخو جيسين دوبا نم ني علماء خانا واتيكم قالي ثاني جابت خسارة بيخي مدينة ونم تجيخ ما باسان ندو بي خبجاء علماء دي وخاصة إنما هو بلبل ربي خانا سالم عبدالله خانا فاخلافة جيبك ربي ساقي جيسيبان خنابو هنا ونمتجون قمت كنوا دابجي أمير النايمي إنجنير الله رب ما النخاس لام ابن هرمز نفسه رب ما في النخاس أدر اسم قروبات إيجي دوبا أما أمير أمير دبي أميرات نزيبوا لي مدينة واني قيسة جمشك قيسة أي أميري برولي أريامي أمر في تلمة زينة كنوا فيه ويبان أما بلشان مدينة دا عبد الرحمن كان هنا مو واي مالك أقفا إذا لأجي لخانا أكرا مقرامي أما دام تقان هنا أميري نجين كيس نزيبوا لي تيتي من جنيني رب ما نخافين تقول أما أميرا فردوا عند أكيد يم دواي سلطان غيّا إذ ما كان يريد أن يحمل شكوى إنه دعا خليفة بلا جيزون في الدواء وربنا خافين جيزون في الدواء برابع الدواء هايا وصل ابن هرمز إلى دمشق دمشق لك في نفس اليوم الذي وصل فيه الرسول الذي يحمل كتاب فاتمة بيوما قربان كتاب فاتمة عند مسون سير النس دمشق سين خني يا بدي دوام سني مسكين أمي بيوان سين ما بيوما تقوته الدواء يا ابو ليس فلما دخل خليفه الري قازن استخبره انا احوال المدينه اودو مدينه كن جي ريبر وسالوا مي سالم ودي سي شي سالم مال جيرال تكيت ودي سالم غابن دو ودو بولجا سان غابن دو نما بيجي دابط الركن دا بيد روغا منتيرو سالم بن عبد الله في اصحاب بن فقهاء مدينه علماء مال جيرمبو وقال له هل هناك امر ذو شان مي وني نما ياتي فتك جدير باي علماء تنسلا بيو قو او خبر ذو خطر دبي ياتيتو حري بأن يذكر أن بيخوك منايمي جين قباسنا قولي جين ما ذكرت أن أمس قافت لمالي وانا دبي الجبدون أما زمانها المدينة خير دي ما جلو لباسها جبان آخر نجي واني موقع بجتيت أما تهند أسباس جيني نيري فلم يذكر له شيئا إسا فاطمة سنينو صداسي دوبا من أكانت أنه فاطمة حسين الليل أمير يخون دحاقون نتين كي جستين ست أمتي سلاجة أميري هاي يا ويله سنهمنان دبي بوديبي أقربت انت راجعش جي دوبا ولم يشير بشيء واتكل الى موقف الوالي من سالم وانا ما قلت ان مدينه سالم قد اجي خلاص ودما خيزه بيقو هي مصداته دبي رك يا هي مبربا كنت بيت عند اسواس جنني ني خراب ني دي مصداته وفي ما هو جالس عند غير ربي ذات لما دابا اذا ما كتا وجرو يرفع حسابه حساب ساخا قلت جرو اذ دخل الحاجب خادم اولسينه وقال اصلح الله الامير بروتوكول لقد بسن اصلح الله الامير جيبر توليبو إن بالباب رسول فاطمة بنت الحسين إرقى فاطمة هلر الأبتي أيما سقابة على الجنيني هلما ورقا في ديلو بيبرقا نايت في جيزان انجل الله ورقا وفي بيدان وفماس أميرا بلنا قتلال القافل سوان إني غاري جادوا فلالاك في جنن جدوسنا بلاك لان انجل سدوا هنو هيما سقابة انجل إرقى فاطمة حسين فاطمة حسيني فتغير وجه ابن هرمز نعم تكي أما مدينة عربي أباري ساباسو ويوا عن شفين وقال جولا كرما فولي ساجي جيرم جانتوبا هاي دام سكباو مي قربان خلي مو ديما يمس بيبرو دي مي دوبين ابو ني ريفاتي وقال اطال الله بقى الامير ربي امير خني عمري هذه لسو كتب 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 وين رفدين كما ما جيت توليمو ما لي بو كتب ان فاطمه بنت الحسين فاطمه انت الحسين حملتني رساله اليك دام سيد دام تجي دي بال هاي دوبين في بو كتب مو دي مي دام سيد دام دي مال كجو اكن 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 هرو وكان ابو عبد الرحمن بن دحاق قمت كنا دابي قال لي اجايبا علماء خبني بيتي غوتي جيت بركه دام سدامت ها فما ان سمع الخليفه مقالته خليفه يغما جي تخادغ سير رتا اورا كرسي لا فغبو يدوا قال الله ام لك هذا في هذا اوركو جندوا ريفو مال سنجي جندوا
خادلدان تقدام وسبجر اكوان بيجينا غيا استتهي سيجينا الم اسالك عن شؤون المدينه واخبارها جنري ايكون لديك مثل هذا الخبر اودو قد دوت نغرب بعدين نرادو يداجين دوما هما ندي لكم كجرو هنجنري فاعتذر الى نين الرب فدني ربي فولا خيدرو على حاله بكيا سان غبر فرادا وركن ان فرادا غبر ان غوديك واسي امن زبر بس نين الرب اطال الله الامير وفي الراس الصبي دوما ثم اذن للرسول ارغا فاطمه ثاني هي مريف اولتيني بل فاخذ الكتاب منه ورقى الرافود نيباني وجعل يقرا ونقرا والشرر اكن كان كان يترفع قاتي لكم ورقات بدون دوبا لكم ورقات بدون كان كان فولر واخذ يضرب الارض مخط قرك كما لا فداويتما لقد اجترى ابن الضحاك على ال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبي رتي جاي نومن وبكر بي سانغي اتش دقي ور نبي توكي ومجي جانتو ولم يسخ انما بكر بي سانغي نصيحه سالم اللي قبلو دي دي دو اتيچ خن ايامال صورت يا فنو جاي بربودو هل من رجل يادي رومي نما دي رئيسين ارغا يسمعني صوته خسا قال يس انا دقي وهو يعذب في المدينه اسا مدينه خيس عذبه ها وانا على فراشي هذا في دمشق انا سريت على دمشق تاو اكيد اذا ما نهدا قال شيخ صوتي انا دغيس دير ايسان قد جيتوا خاين ما مدينه قدو جيبا هون امته بولتاو قاجيبو ابو مال جانيني فاقي الله نعم اين جيرا قلنا ما جبا جرامي خبك ساغوت اين ليس للمدينه الا عبد الواحد بن بشر الندري عبد الواحد جروخه ها هيت الرب يخون يعني لبر عبد الواحد بن الندري جنين ها ان جنره فوليها اسم مدينه قري جنين بر وهو مقيم الان في الطائف امره طائف جرا جنين فقال نعم ايه والله نعم سريه ها انه لها اساته مال ثم دعا بكرتاس اما ورقه فده وكتب بيده من امير المؤمنين يزيد بن عبد الملك الى عبد الواحد بن الندري السلام عليك يبر ورقه توله اما بعد فاني قد وليتك المدينه اني مدينه راتي بولتاس قري جندوا ان جنره فإذا جاءك كتابي هذا يبقى ورقان تيتون سبرقيش لال تيسوس دابتوس دقيق مثل قرم مدينة دي مقام وعزل أنا إبن الدحاك إبن الدحاك أتشير أقول مثلا لك إشاري جين دوبا ها الرقيب اللي قلبي وانجر هند العرق دوهي دي جين دوبا وفرد عليه غرامة خفلتي مقدارها 40,000 دينار كتاب الرقول جين دوبا ها إيقابو ولا العاسين هابو جين دوبا ها إذا إنما ورى نبي سقوق إدراجانسا وعذبه اتات الزلغا في تدابي حتى اسمع صوته من المدينه ان كان سغلي سادي مشكتا اي مدينه ايسا يغوت يندوا يا ابو خلاص تادي والله لكن ان بيجو ني خفر ني مجرمه وين دلغو تاوي يا عبد الرحمن بدا بيجي كما جاي باتي بس اخذ صاحب البريد الكتاب صاحب البريد اي والله خبوسته واي بوستا ولا اركم نما دي برغا ما بوستا واجرابي صاحب البريد جاني ورقا فودي بر ومدى يحس يا ابو تركان في ورقا ورقا اميره قديم مجردوا ننو نديمون ركع اميره تبكتك تقدم دون مدينه تجردوا صاحب البريد يعني حسابو يدوا ابو تركان في تو غلط عايفي ها حرام مدينه دي مدينه لا غوري اكيد تايف ديم فلما بلغ المدينه يقوم مدينه جي. لم يدخل على واليا ابن الضحاك دي سين غوري ولا ايتي سين سلام من وسيد عمر صاحب غوري اها نني بدان كون برغي هون دقاتني كما بيتا نشك يكون بدان تجي عبد ابن الضحاك ما لي بدنا تجي هون ارام مدينه دو فاوجس الوالي خيفه سودان تبود ما لي بلام بدنا تجي دام صدق سنه في النهايه كان مدو منسا وارسل اليه ودعاه الى بيته وفي تيامي ملات بر وساله عن سبب قدومي ما لي مدينه دو تجي فلم يبيح له بشيء وتكتنن فرفع ابن الضحاك طرف فراشه فراشه انا طرفا زين القبيتما فنظر الى كيس قد ملي ام علق دينار خيشا غوت قلر جي ديبر اسما فراشه يلا قبل دعوا ابو ري خاطر يبرخ لا ما لا نغر تاجي يود بي اما اسقف ديف كان اهم تي سر يدي تن بازو ما لا نكون كيت جيبر حركان دي من جنكون غالزين وجلا لا تو خاطر وجلا ها اسما ما لا نغر تي دو حركان دي بيدا والله دغاي جين دو بلال غوا يجب سدو جين كان دو ها هذه 1000 دينار جي 1000 دينار كين دينار كوما توكو ولك علي عهد اهدي اربون سيسينا ها ان انت اخبرتني يو خرادم تناهمت وما في يدك وان باتدم تنسي ولا انت ها ما لك خلاص كتب سدو ها ولا اكتمن ذلك اقبرتني غلطني مو جين دوبا اسان ناهمين افاك يا رب تناهم وان دم دم مال دم تجي نامني نامني بدا كنت جون تقطبي كما بيت وفي رام ابدا
وان دلوا وان بلي سوبي خاني وفي قاعد يملا اكبر ما باسا ديما وان بلي زخنا بيها كلامي فاخبره يا ابو نتي جوك مالك قال خنيس ابان بريدا خنيس قاعد ابادي ابا بوسا هون اتي والله لا حول ولا قوه ابو اسلام ما قابل سو سو بقران وانا كبير دفني بو يا بلي زوك مالك اسي كي شغرتي ها لا وانا قادم دي ما جينغا انجدير فدفع اليه المال هو دجيني بر مالك وقال له وننا غوت جين تريا سنا اتي هلكن سدي مدينه نابولي هنغن اندي مشكا غو جيني بر او سو ورقانتون قائد دايته والين دروچ روبه بر رقبه كور سير راغ جين دربي لي اتي مغنتا وني كوتي بس دي مشكا امر حكم دي بر نندي جون ها اتي هلكن مسدي اتي نادي باوي جيني بر هركان دي ميمي حتى اسيل الى دي مشكا ثم امدي الى معبد اي غن اندي مشكا غي دغيت دي مجي اتي خرافيت خراسي ارغن سن دي مجي دي بر يا بري زو خنا صبات زما انه دحاك راكا يغان جي ساغو بابا وغادر المدينه فكم سن مدينه الرابي دقيق وسن توبا خون كايا ما عبد الرحمن دحاك ها ومدى يحس المطع نحو دمشق قال صاد وته دمشق كوتيبر فلما بلغها دخل على اخي الخليفه ابو ليس امير المؤمنين مسلمه بن عبد الملك يزيد بن عبد الملك ابو ليس ما سنه سنه دغيل فدوي دو حر يرن لك بجيب ما ليبو كما ميران مال ذاتي بو وكان سيدا لما جاب خد ما خين تزين يقول ابو ليس امير ها صاحب نجد اري جراجي نيبر ها لهاناتين بدرت مني مجرتك تنرى ارغمتي جيجا موچوچيتي يسون اميرن رت ارتي جي دوبين دي بريلي گوباگي سي جي نيبر يونا لقب دي مالي جي فغدا مسلمات على يزيد مسلمان گن اوما يزيد چبسيبر وقال ان لي لدى امير المؤمن حاج ار امير المؤمن حاج گب جي نيبر بريساتي بر ار حاج نفي دي جين فقال يزيد كل حاجه لك حاجة دفتي فندر قدو ما لم تكن في ابن الدحاك يوم الدحاك دفتي نقر توبين جيد نابني بار سمتي أمير أنتو بار نابني لا سمتي أمير أنتو دوا نوم آل قرم دامير والله نمني خطير بار أقلي سا وان أما زمن حنا أدوها روي سبيل توني بيخا يوم ابن الدحاك انتي وان فيتر قدو جنيني ري فقال والله ما جيتك إلا إسماعيل جنو فيه وجين دوا والله ابن الدحاك ما دو فقال والله لا أعفيه أبدا ابن الدحاك إيفا مرمونين قوني جين دوا قال وما ذنبه ما البلد فقال لقد تعرض لفاطمه بنت الحسين فاطمه صداكيت برجين انت لحسين وهددها وتوعدها صداكيت اتدادت وارهقها اثيك يزابي دي انا جرو هي ما يسالمون يقولون دي ها ولم يسخي لنسع سالم بكر ربي زانك نسيها سالم سياد اللي وايسخت لغودي ها فهب شعراء المدينه جميعا يهجونه ها وري مدينة هندي الربزن وطفيق صلحاؤها وعلماؤها علماء مدينة هندي سجبان جيندوبا خانان ليزا ها نعيريت ملغوري جيندوبا يسر اي فقال مسلمة فاطمة كي ها انت وشأنك نكرا خاسي جيندوبا هاي اذا خنابي من قدما ديما جي هاي ورى نبي تكون سفادة لا ورى نبي هاي ويتبا انت تالا لا ابابي نبي سنيا صلى الله عليه وسلم ها اخاو تصبت هتقويتون فأنت وشانك وان امام متتفوكي جيندوا انا في ادام قد ما سيدوا فانو دولك نخيزة بيخبين فولك يتروا باك جانسان قرده ها اداو في لاقتي باك مالينا الابا فقال يزيد مره ان يعود الى المدينة لا دقيقة تنم مدينة دي بجين جيندوا مناسا جرامي لا اصن ابنت لينفذ واليها الجديد اكا قرده باك بوان هاروني اما تشبونسون اسرتي دلجتيسو امري فيه والنساء جيندوا وان اي جي جرا قد تا مدينه وبل جي جاكيتي واغا سار كتا جي ليبر ا مدينه دي بوش ويجعل عبره هاد غورسغدو لغيره من الولاد ولي ورغرتي بولچيسه بولچو سبروتي بلين ها غورسغدو يسو خنا جي انتو اما لا دقيقه تكوس دبن مدينه دي بي جي دوبين سا مدينه تي ملين دات بكتي بل تي ملين ولا لم تجي ليبر هانغر صوتي سادي مش كتا هيدا غونين فرح اهل المدينه وري مدينه جمدنيت اعظم الفرح بواليهم الجديد بكبوها روا مجيجاني كان لال جمدني جمدني وسرهم حزمه مرنو ان دفين كنا مز يا سبحان الله وهو ورقا كان يروح تبي كريمي كان لال زال لغافي تي باسو مبدي في تنفيذ امر الخليفه وان ان ابن دحاق قد وتا اولال ايون ندل جبر كنو قدو اما في دمكون نافي سجدوا
ajaja o wa sanu jitti gudem wazdadu ta'alluqan bi khana hiddu jala tani tirrad ha wajaduhu yadhhabu mazahib alkhair khara khairi hadi margan walina ma hun kun qabida ibati bar kha mallakan ma kenu ngurtu adina mallakan ma kenu anan khanna matawati hun namin tu mallakan de gudem de tu bubira jirabe ha wala yaqta'u amran ha min umurihim amri takalle khamurtin gone illa istashara fihi alqasim bin muhammad fi salim abdullah maryatum alay khamurtin gone du fi amago khana ga du kha fana qabana wala kha ulama ibe aman gudo biya khaba ju fidan tuwa fa marha li khalifati almuslimin yazid bin abdul malik abu rabi sa gamba chisu akasi qal cha kan gude jibo wa tajillatan lil islam alazim islam khaba jajan allazi abda hadhihi almusl abu islam rabi sa khaba ju islam ummatana khadira kana dunyarati asbab tiji وصنع اولئك الرجال ليرسان قتلجد والى لقاء اخر مع التعبي الجليل سالم بن عبد الله مرسلا مفلا اتسينا جسانتي.